الله أكبر الله أكبر. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون. صدق الله العلي العظيم. هذه فاطمة بنت أسد، أقبلت تحمل لاهوت الأبد، فاسجدوا ذلا له في من سجد، فله الأملاك خرت سجدا. مذ تجلى نوره في آدم. ولدت شمس الضحى بدر التمام، وانجلت عنا دياجير الظلام. نادي يا بشراكم هذا غلام، وجهه فلقة بدر يهتدى، بسنا أنواره في الظلم. نسخ التأبيد من نفي ترى، فأرانا وجهه رب الورى. ليت موسى كان فينا فيرى، ما تمناه بطور مجهدا، فانثنى عنه بكفي معدم. سيد فاق علا كل الأنام، كان إذ لا كائن وهو إمام. شرف الله به البيت الحرام، حين أضحى لعلاه مولدا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فوطى تربته بالقدم. إن يكن يجعل لله البنون، وتعالى الله عما يصفون. فوليد البيت أحرى أن يكون لولي البيت يدعى ولدا، لا عزير لا ولا ابن مريم. هو بعد المصطفى خير الورى، من ذرى العرش إلى تحت الثرى، قد كست علياؤه أم القرى، غرة
تحمي حماها أبدا حيث لا يدنوه من لم يحرمه. سبق الكون جميعا في الوجود وطوى عالم غيب وشهود، كل ما في الكون من يمناه جود، إذ هو الكائن لله يدا ويد الله مدر الأنعم. أيها المرجى لقاه في الممات، كل موت فيه لقياك حياة، ليتما عجل بي ما هو آت، علني ألقى حياتي في الردى فائزا منه بأوفى النعم. مقاطع من قصيدة رائعة لعالم شاعر. القصيدة في ذكرى مولد سيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، ومن أراد هذه القصيدة بتمامها في كتاب الغدير، موسوعة الغدير للعلامة الأميني رضوان الله تعالى عليه، في المجلد السادس، لعله صفحة 29 أو 30. تحدثنا سابقا عن الآيات القرآنية الكثيرة جدا التي تتحدث عن أفعال الله سبحانه وتعالى بصيغة المتكلم مع الغير. الله عز وجل واحد، إذا تحدث الإنسان، إذا تحدث الواحد عن نفسه يأتي بصيغة المتكلم وحده، يقول خلقته رزقته وهبته. ولكن في أكثر المواضع في القرآن الكريم الضمير الذي تحدث عنه الله سبحانه وتعالى عن أفعاله في خلقه ضمير المتكلم مع الغير، ليس المتكلم وحده. معنى ذلك أن هناك من يكون مع الله سبحانه وتعالى. إذا كان الله سبحانه وتعالى وحده يأتي بضمير المتكلم وحده، لماذا بدل أن يقول خلقت يقول خلقنا؟ لماذا بدل أن يقول وهبت يقول وهبنا؟ لماذا يقول كشفنا؟ لماذا يقول رزقنا؟ يتبين أنه يوجد مع الله سبحانه وتعالى شخص أو أشخاص. طبعا من الواضح جدا أن الشخص أو الأشخاص الذين يكونون مع الله سبحانه وتعالى ليسوا في عرض الله، حاشا لله أن يكون له شريك، إنما الله عز وجل ما فعل تلك الأفعال مباشرة، جعل واسطة هم الذين يفعلون هذه الأفعال. والروايات الشريفة في هذا المجال واضحة جدا. نعم، هناك وسائط بين الله سبحانه وتعالى وبين كل تلك الأفعال، وهم محمد وآل محمد عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد. هذا الحديث مر، ذكرناه ببعض الروايات الشريفة وبعض الآيات القرآنية. طبعا الآيات القرآنية في هذا المجال كثيرة جدا، مئات من الآيات القرآنية بلا شك. راجعوا القرآن الكريم، افتحوا أي صفحة في القرآن الكريم، عادة تجدون أكثر من مورد الله عز وجل جاء بخطاب عن فعله بصيغة المتكلم مع الغير. هذا حديث مضى. هذا الحديث له أبعاد عديدة، أشير إلى نقطتين في هذا المجال. النقطة الأولى، هناك آيات قرآنية
كثيرة أيضا تذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام في سياق ذكر الله سبحانه وتعالى. آيات كثيرة بعشرات الآيات، قد أقول مئات الآيات الشريفة تأتي بذكر أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في نفس السياق الذي يكون فيه ذكر الله سبحانه وتعالى. أذكر لكم بعض الآيات القرآنية، الآيات في هذا المجال كثيرة. الله عز وجل يقول: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. الله شاهد وكفى به شهيدا. لماذا ذكر من عنده علم الكتاب؟ من عنده علم الكتاب من هو؟ هو مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. آية قرآنية أخرى: إنما وليكم الله. خلص الله وحده، لا، يذكر رسول الله، يذكر أمير المؤمنين في نفس السياق: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. آية واضح. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، سياق واحد. أولي الأمر من هم؟ محمد وآل محمد. سيؤتينا الآية هكذا: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله وما نقموا، آية أخرى قرآنية مباركة: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. ذكر رسول الله في سياق ذكر الله سبحانه وتعالى. من يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله. ذكر رسول الله مع ذكر الله. من يشاقق الله ورسوله براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. من يحادد الله ورسوله فإن له نار جهنم. وما كان، لاحظوا هذه الآيات، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. آيات وآيات. يعني ماذا؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى ربط الأشياء التي ترتبط به وبخلقه، ربطها بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. بين فترة وأخرى تخرج صيحات، نداءات باطلة. قبل فترة ركزوا على كلمة: لا تذكروا اسم رسول الله مع اسم الله، لا تكتبوا اسم رسول الله مع اسم الله عز وجل، لا تكتبوا لوحات الله محمد علي فاطمة حسن حسين صلى الله عليه وسلم.
وسلم. هذا النداء خلاف القرآن الكريم. القرآن الكريم يذكر رسول الله صلى الله عليه وآله مع الله عز وجل، لا في مورد وموردين، في عشرات الموارد. لماذا لا نذكر اسم رسول الله صلى الله عليه وآله مع اسم الله؟ هو الله ذكر، كان يتمكن الله عز وجل أن يكتفي بذكر اسمه، يقول براءة من الله إلا الذين عاهدتم من المشركين، يقول من يحادد الله، يقول من يشاقق الله، يقول من يطع الله. لماذا يقول من يطع الله ورسوله؟ إنما وليكم الله، خلاص الله هو وليكم. لا، ذكر رسول الله، ذكر أهل البيت. طبعا تعلمون كل الآيات التي تتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله هي تتحدث عن أمير المؤمنين، لأن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بنص القرآن الكريم هو نفس رسول الله صلى الله عليهما وآلهما. من يطع الرسول يعني من يطع أمير المؤمنين، من يطع أمير المؤمنين يعني من يطع الرسول، لأن أمير المؤمنين هو نفس رسول الله صلى الله عليهما وآلهما. الله ذكر، قارن اسم رسول الله صلى الله عليه وآله باسمه، جعل الأشياء المرتبطة به وبخلقه مرتبطة برسول الله وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام. اتباعا للقرآن الكريم يلزم أن نذكر اسم رسول الله صلى الله عليه وآله مع اسم الله. نقطة أخرى، هناك كلمات جعلها الله سبحانه وتعالى صفات له، هو الله عز وجل جعل تلك الكلمات صفات لرسول الله، صفات لأمير المؤمنين صلوات الله عليهما وآلهما. الله عز وجل هو يصف نفسه بأنه رؤوف، وهو في القرآن الكريم يصف رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه رؤوف. الله عز وجل يصف نفسه بأنه رحيم، هو في القرآن الكريم يصف رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه رحيم. الله عز وجل هو سمى نفسه العلي، وهو سمى أمير المؤمنين عليا. في القرآن الكريم والتسمية أساسا تعلمون تسمية أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام جاءت من الله سبحانه وتعالى، وأساسا تسمية الخمسة الطيبة بالذات من الله عز وجل، بل كل المعصومين الأربعة عشر عليهم الصلاة والسلام كما هو مذكور في حديث اللوح، حديث لوح فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. هذا الحديث حديث قدسي نزل به جبرائيل في لوح من قبل الله سبحانه وتعالى إلى رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وآله أهدى هذا اللوح إلى ابنته الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها. وفي ذلك اللوح أسماء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. وهكذا في الروايات الشريفة، الله عز وجل في الروايات الشريفة يعني ماذا؟ الروايات الشريفة كلام الله سبحانه وتعالى على لسان رسول الله، رسول الله لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. في الروايات الشريفة أيضا هناك كلمات جعلت صفات لله عز وجل، هي جعلت صفات لرسول الله، لأمير المؤمنين، لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. في حديث شريف عن رسول الله، ونفس الحديث أيضا مذكور عن مولانا أمير المؤمنين عليهما وآلهما الصلاة والسلام، يقولان صلوات الله عليهما وآلهما: منا الرقيب على خلق الله تعالى. الرقيب من أسماء الله سبحانه وتعالى. ما هو معنى الرقيب؟
الرقيب هو الحافظ، هكذا يفسرون كلمة الرقيب، الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء. هذه الكلمة تدل أيضا على أن الله سبحانه وتعالى قد أطلع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام على الغيب الذي يحفظ ولا يغيب عنه شيء، يعني يعلم الغيب. بإذن الله عز وجل بتعليم من الله سبحانه وتعالى. في حديث شريف عن مولانا وسيدنا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول، لاحظوا كلام أمير المؤمنين هو كلام رسول الله، كلام رسول الله هو كلام الله عز وجل. رسول الله قال علي مع الحق والحق مع علي، رسول الله قال علي مع القرآن والقرآن مع علي، كلامه قرآن. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول: اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى ينسبه لنفسه. وبنص كلام النبي صلى الله عليه وآله كلام أمير المؤمنين حق صحيح. قرآن ليس صحيحا، علي مع القرآن والقرآن مع علي لا يفترقان حتى يرد علي الحوض. يقول صلوات الله وسلامه عليه: أنا ديان الناس يوم القيامة، وقسيم الله بين أهل الجنة والنار. ديان من أسماء الله سبحانه وتعالى. ديان يعني ماذا؟ ديان يأتي بمعاني عديدة، يأتي بمعنى الحاكم، يأتي بمعنى المحاسب، يأتي بمعنى المجازي، كل هذه المعاني صحيحة هنا. في يوم القيامة الحاكم هو أمير المؤمنين من قبل الله عز وجل، الحاكم المطلق هو الله عز وجل. في يوم القيامة المحاسب الذي يحاسب الناس هو أمير المؤمنين من قبل الله عز وجل. في يوم القيامة المجازي هو أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، الحساب بيده. بين قوسين، الحساب في عالم البرزخ لمولانا سيد الشهداء. إن الذي، كلام الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، إن الذي يلي حساب الناس، يلي يتولى، هناك أعوان بكثرة لسيد الشهداء عليه الصلاة والسلام من الملائكة، لعلهم من غير الملائكة أيضا في الحساب، ولكن المسؤول المتولي، إن الذي يلي حساب الناس قبل يوم القيامة الحسين بن علي. هذا قبل يوم القيامة، يعني في البرزخ. والحساب في القيامة لأمير المؤمنين. هنيئا هنيئا لشيعة أمير المؤمنين، هنيئا هنيئا لشيعة الإمام سيد الشهداء، هنيئا لهم الموت، هنيئا لهم عالم البرزخ، هنيئا لهم عالم القيامة. هذا إمامهم، الحساب في البرزخ كله له، وذاك إمامهم، الحساب في القيامة كله له. يعني ماذا؟ خلاصة الكلام في جملة: الشواهد طبعا كثيرة، هذه كنماذج ذكرتها فقط. خلاصة الكلام في جملة: إذا أحسست أنك تترفع من ذكر أهل البيت عليهم الصلاة والسلام مع ذكر الله، تتجنب ذكر أهل البيت عليهم الصلاة والسلام مقارنا لذكر الله عز وجل،
إذا أحسست في نفسك هذا الإحساس اعرف أنه يوجد خلل، عفوا أقول خلل في دينك، خلل في عقيدتك، مشكلة، خلاف القرآن الكريم، خلاف كلمات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، مشكلة، خلل. إذا أردت أن تدعو الله عز وجل أحسست أنك لا تتمكن أن تدعو الله عز وجل وتدعو أهل البيت، اعرف أن هناك خللا. المشكلة مشكلة كبيرة جدا، أن القرآن الكريم أصبح في أيدينا كتاب عادي، الشخص يستدل بالقرآن الكريم، هؤلاء يقولون القرآن يقول وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. لا، القرآن يذم ذكر شخص مع الله عز وجل، عجيب، القرآن يذم وهو القرآن يصنع. المشكلة أين؟ المشكلة أن القرآن الكريم أصبح عندنا كتابا عاديا، الشخص يقرأ القرآن الكريم في سنة في سنتين يتخرج يفتي، عجيب. القرآن كتاب عميق، كتاب الله عز وجل، هذا كلام الله عز وجل، بدراسة سنتين تفهم القرآن، أنت تبدأ تفتي، تنسب الآيات القرآن إلى أشياء. القرآن يقول وإذا ذكر الله وحده اشمأز، وحده يعني ماذا؟ يعني بعيدا عن الأنداد، بعيدا عن الأضداد. هم كانوا يرغبون أن يذكر الله عز وجل ويذكر مع الله عز وجل من يعبد وما يعبد من دون الله، يعني طريق آخر، طريق غير الله عز وجل، هذا الذي كانوا يريدون. وإذا ذكر الذين من دونه، من دون الله، رسول الله ليس من دون الله، رسول الله هو الطريق إلى الله عز وجل، هو الطريق الوحيد إلى الله عز وجل، هذا ليس من دونه. قبل هذه الآية أم اتخذوا من دون الله شفعاء، من دون الله شفعاء، الله عز وجل لا يجعل في يوم القيامة شفعاء؟ نعم يجعل. فإذن يعني ماذا؟ أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ ثم بعد هذه الآية آية تالية يقول قل لله الشفاعة جميعا. أسألكم، رسول الله صلى الله عليه وآله ما عنده شفاعة في يوم القيامة؟ باتفاق كل المسلمين توجد هناك شفاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله في يوم القيامة. يعني ماذا قل لله الشفاعة جميعا؟ لأن شفاعة رسول الله هي شفاعة الله عز وجل، ليس شيئا آخر. الشيء الذي القرآن ينكره هو الطريق المناوئ المخالف المضاد لطريق الله عز وجل، لا طريق رسول الله. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وحده لا يعني مع رسول الله إذا ذكرهم يستبشرون، لا، هم كانوا يريدون أن يجعلوا مع الله عز وجل الأصنام التي تعبد من دون الله، أما تجعل مع الله عز وجل اسم رسول الله، هذا ما أمر به القرآن، هو صنع القرآن الكريم هكذا شيء. هذه الآيات ما هي؟ يدرسون دراسة خفيفة مختصرة أيام قلائل، يبدأون يفسرون القرآن كلام الله عز وجل، وينسب هذا إلى الشرك وينسب ذاك إلى الكفر، هذا مشرك ذاك كافر. لماذا؟ لأنه ما أراد أن يتعب نفسه 20 سنة يدرس القرآن الكريم، بدل أن يحفظ القرآن الكريم فقط ليدرس القرآن الكريم، ودرسه، هذا كتاب الله، دراسة 2-3 سنوات أصبحت تفهم كتاب الله عز وجل، بعد 20 سنة لا تفهم.
بعد 50 سنة الفقهاء يذكرون أشياء ثم يقولون والله العالم، هذا قرآن. نعم، ذكر الله عز وجل مع ذكر رسول الله، مع ذكر أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. بدون ذلك اعرف أنه يوجد خلل، خلل في الدين، خلل في العقيدة. في الدعاء الذي تدعون به في أيام رجب، هذه الأيام، الدعاء الوارد من الناحية المقدسة: اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك، المأمونون على سرك، المستبشرون بأمرك، الواصفون لقدرتك، المعلنون لعظمتك، أسألك بما نطق فيهم من مشيتك، فجعلتهم معادن لكلماتك وأركانا لتوحيدك وآياتك ومقاماتك التي لا تعطيل لها في كل مكان، يعرفك بها من عرفك، لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. فرق واحد فقط بين الله وبين أهل البيت، أن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام عباد الله، أنهم مخلوقات لله عز وجل فقط. لا فرق آخر. الذي يعادي أهل البيت يعادي الله، الذي يحب أهل البيت يحب الله، الذي يطيع أهل البيت يطيع الله، الذي يعصي أهل البيت يعصي الله، الذي يحب أهل البيت يحب الله، الذي يرضى عنه أهل البيت يرضى عنه الله. شيء واحد، لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك فقط. طريق واحد، لا توجد اثنين في الطريق. الله خالق أهل البيت، خلص، كل شيء مرتبط بأهل البيت، كل شيء من المخلوقات جميعا إلى الخالق عز وجل هو من المخلوقات إلى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. والحديث طويل، النقاط الأخرى المرتبطة بهذا الحديث أيضا نقاط عديدة. أنا بمناسبة الأيام المباركة بمواليد الطاهرين عليهم الصلاة والسلام، أذكر لكم، أختم حديثي بحديث شريف: كيف يخلق جسم الإمام عليه الصلاة والسلام؟ أي إمام من الأئمة عليهم الصلاة والسلام؟ نور الإمام كيف خلق؟ لا نعلم. الله عز وجل خلق أنوار أهل البيت عليهم الصلاة والسلام مباشرة. وعادة الله عز وجل لا يخلق شيئا مباشرة. أرواح، هذه أنوار أهل البيت، أرواح أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كيف خلقها الله سبحانه وتعالى؟ أيضا لا نعلم، هذا أيضا نجعله جانبا. كيف يخلق الإمام، جسم الإمام كيف يخلق؟ هذا الحديث الشريف في هذا المعنى. الحديث رواه الكليني رضوان الله تعالى عليه في كتاب الكافي الشريف بإسناده عن الحسن بن راشد رضوان الله تعالى عليه عن الإمام أبي عبد الله الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب أن يخلق الإمام ماذا يصنع؟ كل الأئمة هكذا: أمر ملكا فأخذ شربة من ماء تحت العرش فيسقيها أباه. الله عز وجل أحب أن يخلق الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام في مثل يوم غد، في العاشر من شهر رجب مثلا. ماذا يصنع؟ يأمر ملكا، هذا الملك ملك خاص بهذا الشيء، له مهمة خاصة، ملك معين. يأمر هذا الملك أن يأخذ شربة
من ماء تحت العرش فيسقيها إلى الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، فيسقيها أباه، أب ذلك الإمام الذي يريد الله عز وجل أن يخلقه، فيسقيها أباه، فمن ذلك الماء يخلق الإمام من ماء تحت العرش. الروايات الشريفة تبين أن أجسام أهل البيت عليهم الصلاة والسلام مخلوقة من طين في أعلى عليين. هذه المعاني بالضبط لا نفهم لا ندرك حدودها، تحت العرش أعلى عليين. فمن ذلك الماء يخلق الإمام فيمكث 40 يوما وليلة في بطن أمه لا يسمع صوتا. هذا لا يسمع صوتا له تفسير لطيف جدا لا علينا به. ثم يسمع بعد ذلك، بعد 40 يوم وليلة، ثم يسمع بعد ذلك الكلام، الكلام الخارجي الدنيوي. فإذا ولد الإمام بعث الله إليه ذلك الملك، نفس الملك الذي أخذ الشربة، فيكتب ذلك الملك فيكتب بين عينيه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فإذا مضى الإمام الذي قبله، عندما يستشهد الإمام السابق، رفع الله لهذا الإمام بكل بلد منارا من نور ينظر به إلى أعمال الخلائق، فبهذا يحتج الله على خلقه. أبارك لكم الذكريات السعيدة الجليلة العظيمة لمواليد الطاهرين عليهم الصلاة والسلام، وفي هذا الأسبوع القادم الذكرى السعيدة العطرة لميلاد سيدنا ومولانا الإمام أبي جعفر الثاني محمد بن علي الجواد، وذكرى الميلاد الأنور الأطهر الأزهر لسيدنا ومولانا سيد المؤمنين وإمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى بحق محمد وآل محمد: اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم اغفر بهم ذنوبنا، اللهم اقضي بهم حوائجنا، اللهم اشف بهم مرضانا، اللهم ارزقنا في الدنيا خدمتهم واتباعهم وزيارتهم، وارزقنا في الدنيا والبرزخ والقيامة والجنة شفاعتهم، وارزقنا في الجنة جوارهم، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الله أكبر الله أكبر.